عداد العمر بيمشي بسرعة، عداد العمر بيفوت. خليك دايما فاكر إن الباقي رب الملكوت. فات من الشهر أسبوع، اتعودنا خلاص على عطش والجوع. صلي وصوم، اركع واسجد، جرب حلاوة القرب من رب الكون. عندي فكرة لطيفة، حط للأسبوع اللي جاي خريطة واسأل نفسك كم سؤال: محتاج أتغير في إيه وأكسب من الشهر ده إيه؟ عتق وغفران، وإيه كمان؟ طاقة وقوة للأيام. في الخريطة خلي اليوم مليان، على المغرب أذكر وادعي واشكر الرحمن. فات أسبوع ولسه الباقي، وزي الشهر ده مش هتلاقي. ابدأ نفذ في التخطيط، أي نجاح محتاج مجهود، شد عزيمتك ربك موجود.